الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في بداية الحلقة الثانية من السهرة الرمضانية. رمضان شهر الإنفاق، شهر البذل والعطاء، شهر الرحمة والحنو على الضعيف والمسكين. قدوتنا في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجود بالخير من الريح المرسلة، سخيا كريما يصفه العارفون بأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأكرم به من رسول بأمته رؤوف رحيم. إذا كانت هذه هي مكانة الإنفاق فأين نحن منها؟ ومن أي مال ننفق؟ وبما يتحقق الإنفاق؟ وما هي مقاصده وأهدافه؟ وهل له جهات محددة هي الأولى به؟ أسئلة عديدة نتناولها أعزائي الصائمين في الحلقة الثانية من السهرة الرمضانية ضمن عنواننا الرئيس: الإنفاق في رمضان فضله وآدابه. يسرنا أن يكون معنا الليلة ضيفا كريما في هذه السهرة الرمضانية، الفقيه أحمد ولنيني، عضو هيئة العلماء الموريتانيين. مرحبا بكم شيخنا الفاضل. في الجانب الطبي من السهرة الرمضانية نتناول أمراض الضغط والشرايين. يسرنا أن يكون معنا ضيفا كريما البروفيسور أحمد اللبو، أخصائي أمراض القلب والشرايين. مرحبا بكم. أهلا بك. كما أرحب بكم أيها السادة المشاهدون الكرام في بداية هذه السهرة. نبدأ بهذا العنصر الذي يمهد للموضوع العام لهذه السهرة، ثم نعود بحول الله تعالى لنبدأ النقاش. أقبل شهر رمضان الكريم، الشهر الذي تعظم فيه الأجور وفيه ترفع الدرجات، ويتنافس عباد الله للتزود من الخيرات والطاعات بحثا عما ينفع المرء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذه الطاعات التي يعد الإنفاق في هذا الشهر الفضيل من أركانها الأساسية، لما له من أثر حسن ولدوره في توثيق العلاقات بين أفراد المجتمع. وقد فتح الإسلام للإنفاق في رمضان أكثر من باب، لعل منها على سبيل التبيان إفطار الصائم، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، ولا ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا، مع إطعام الطعام والتصدق على السائل والمحروم من فقراء ومحتاجين وأصدقاء وأقرباء، بالإضافة إلى الغارم وابن السبيل، واحتساب الثواب عند المولى عز وجل ودون أي من أو أذى. إن أهمية الإنفاق في شهر رمضان التي حث عليها نص القرآن الكريم والحديث الشريف تطرح اليوم مجموعة من الأسئلة من قبيل: من أحق الناس بالإنفاق؟ وكيف يضمن المرء الإنفاق دون الوقوع في الرياء؟ وإلى أي مدى يبطل المن والأذى الإنفاق؟ وهل يبطل الإنفاق عموما؟ وما مبطلاته خصوصا؟ إذن مرحبا بكم من جديد أعزائي الصائمين. شيخنا الفاضل، رمضان شهر الإنفاق، بودنا لو بدأتم شيخنا الفاضل بتوطئة عن فضل الإنفاق في رمضان وعن آدابه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد،
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه. كما قدمتم أستاذ، للإنفاق مكانته المتميزة وبخاصة في شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي هو شهر القرآن الكريم، شهر الرحمات والبركات. علينا أن ننتبه إلى أن نتسارع فيه نحو الخيرات، ومن هذه الخيرات ووجوهها الإنفاق، حيث قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال سبحانه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكذلك قال سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. ويقول سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا الدعاء علينا أن ننتبه إلى تأثيره وأثره. هذا ملك يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الحديث: ما نقص مال من صدقة، فما ضاع مال نورث المجد أهله، ولكن أموال البخيل تضيع. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. على ضوء هذه النصوص وغيرها نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في الصحيح، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل فيدارسه القرآن. فذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، هو أجود بالخير من الريح المرسلة. أنا عنه كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، أعطى غنما بين جبلين لمن سأله إياها وهو غير مسلم، فلما أعطاه الغنم رجع إلى قومه وقال: أي قومي أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. أعطى النعم الكثيرة، أحمد البدر يقول: أعطى عطايا شهدت بالكرم يومئذ له ولم تجمجم، أعطى عطايا أخجل يد الحد يم رحب الفضاء من النعم. من ذاك ما بين البدر قال: زهاء 2000 ناقة منها وما ملأ بين جبلين غنما. قال الشيخ ذا النوم: وكيف لا ومستمد سيبه من سيب رب ذي عناية به. أنا يعطي عطاء عظيما به اللي هو يستمد عطاءه من رب العالمين. هو صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جواد يحب الجود. أنا فهم السخاء والإيثار والجود. الله تعالى جواد يحب الجود، يحب مكان من أخلاقه يكره السفسافه. وهو صلى الله عليه وسلم مرة ذبحت شاة في بيته، بيت عائشة، فسألها كم بقي منها، قالت: بقي إلى الكتف. قالها: عنها لم يبقى إلا كتفها، عنها هي اللي عنها ذاك اللي ضاع عنه أنفق به. للإنسان ليس له من ماله إلا ما قدم فأبقى أو أكل فأبلى، وقال: بقيت إلى الكتف. أنا هذاك اللي أنفق منها هو اللي بقي الكتف، ما بقي.
هو صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث أبي ذر، قال له أمره باط، قال له إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس كما رأينا، وصحابته تنافسوا في الإنفاق. ذات يوم دعاهم للإنفاق فقال أبو بكر: اليوم أسبقوا أبا بكر. فقدم عمر رضي الله عنه نصف ماله، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كم؟ قال له ماذا بقيت لأهلك؟ قال له مهله، أنا أبقى نص له. قدم أبو بكر فأتى بماله كله، قال له كم؟ ماذا أبقيت لأهلك؟ قال له الله ورسوله. قال عمر: والله لا أسابقه في شيء أبدا. أبو بكر رضي الله عنه. أيضا عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بئر أرومة التي وقفها لا حد نماذج. علي فيه نزل قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. كان عنده بعض من المال، أنفق بعضه نهارا بعضه ليلا بعضه سرا بعضه علانية. نزل فيه قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم ولهم ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا فيه نزل قوله تعالى: على رأي ويطعمون الطعام على حبه هو وفاطمة مسكينا ويتيما وأسيرا، إلى آخر الآيات. عائشة رضي الله عنها أعطاها معاوية أموال كثيرة فجعلت تقسمها على الناس وهي صائمة لم تدخر ما تشتري به فطورة. هذا من الأمثلة الرائعة في الإنفاق اللي معروفة. الأنصاري الذي جاء إلى ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، هو عائل خالق ضيف، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده حال بيوتات وما فيها طعام تقدم للضيف. فذهب الأنصاري لضيف النبي صلى الله عليه وسلم شور بيته، كان عندهم شيفا معه ياسر، فأرجع وضعه ياكل ابناء يعود يرقدوا. اتفق مع السيد عنه الله يطفو الضوء، ويوهم الأنصاري الضيف بأنه يأكل معه ولا الطعام يحركه نحو يده يتوف، يوهمه عنه يتناول معه ذاك. فبات الضيف إكرام عجيب. في الصباح نزل فيهم قوله تعالى: ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. فيها الجود والسخاء والإيثار، الجود والسخاء والإيثار ترادفت. قيل بل أغيار من أمسك البعض وأعطى البعض وراه ذاك بالسخي يرضى، وإن يجود بالأكثر الموجود فذاك في عرفهم ذو جودي. أما المبثر بكل ما حضر شهادة ويبقى في مقاسة الدار. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. الآن قبل أن نتناول الموضوع الطبي مع البروفيسور أحمد اللبا أخصائي أمراض القلب والشرايين، نتناول ورقة تمهيدية، ثم نعود بحول الله تعالى لنبدأ النقاش في هذا الركن من السخيم من السهرة الرمضانية. مع حلول الشهر رمضان الكريم يتجدد الحديث عن الأمراض المزمنة وتأثير الصوم عليها. أمراض يأتي في مقدمتها الضغط الشرياني الذي يتعين على أصحابه مراجعة الطبيب قبل البدء في الصوم. إذن معدل ارتفاع ضغط الدم في الجسم يختلف من شخص لآخر، لكن المعدل الطبيعي محدد بأرقام معينة، بتجاوزها يصبح الضغط مرتفعا ويستوجب المتابعة مع الطبيب المختص. فالأمراض تشكل مشكلة صحية متفاقمة وجدية. في شهر رمضان من كل عام يعود الحديث عن إمكانية صوم مرضى ضغط الدم المرتفع، فهناك من يعتبر الصيام قد يؤثر إيجابا على المصابين بارتفاع ضغط الدم، ومن يرون في ذلك مخاطرة كبيرة. في كلتا الحالتين ينصح للمصابين بهذا المرض الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالملح والسكريات. فما هي حالات ضغط الدم التي يسمح لأصحابها بالصوم؟ وما هي النصائح التي يجب عليهم اتباعها في حالة صيامهم؟ مرحبا بكم من جديد أعزائي الصائمين. بروفيسور أمراض القلب والشرايين،
طبعا هذه من الأمراض المزمنة اللي تتطلب متابعة، تتطلب أيضا يقظة. فمن أصيبوا بهذه الأمراض وهم يجدون في أنفسهم قدرة على الصيام، فما هي النصائح والإرشادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. بالنسبة لأمراض القلب بشكل عام، معظمها لا يتأثر بالصوم إذا كان القلب ليس مصابا إصابة متقدمة. نتحدث عن الضغط كما ورد في التمهيد، وعلى ذلك نتحدث أمراض القلب بشكل عام، لأن الضغط الشرياني هو أبو أمراض القلب، وأمها هو أول مرض يظهر في الناس في سن مبكرة نتيجة تغيرات في جدار الشريان. التغيرات تبدأ بتفاعلات بسيطة، إن قال ديسفونكسيون اندوتيليال، أي اضطراب في عمل وظيفة الشريان. بعد ذلك يحدث تصلب في الشرايين ويرتفع الضغط، وعندما يرتفع الضغط سنوات يتأثر القلب، قد يصاب الشخص المصاب بارتفاع الضغط بمرض في القلب. هناك مرض في القلب عنده عوامل، إن قال عوامل خطر، عوامل مؤدية لمرض القلب، وأولها الضغط، عقبه يجي السكر ويجي التدخين كعامل خارجي، ويجي ارتفاع الكوليسترول كعامل غذائي، ويجي نقص الرياضة، نقص النشاط الرياضي المنتظم، اللي هو الناس اللي ساكنة في المدينة تركب الوتات ولا تحرك، ويجي السمنة وزيادة الوزن. دونك هذه العوامل الخمسة ولا الستة نقالها عوامل خطر هي المسببة لأمراض القلب، وهي مع الأسف تتزايد كلما تحول المجتمع من السكن الريفي والبدوي إلى السكن المدني المعاصر وغير الصحي، لتزداد فيه الضغط النفسي وتزداد فيه قلة الحركة، ويفسد النظام الغذائي. النظام الغذائي البدوي رغم أنه ما كان صحي من حيث نوعية، لأنه ما هو متنوع، لكن إذا قلت التنوع مع الحركة مع الرياضة مع الدفعة مع قلة ركوب الوتات مع قلة الضغط النفسي، الصحة هو من نظام الغذائي الحالي للمجتمع اللي هلو قاعدين في المدينة في السكن ولا يحركوا. إذن عوامل الخطر بشكل عام هي اللي سبب مرض القلب، وأهمها الضغط. والضغط مجرد وسيلة، مجرد مرض، سبب يسبب مرض القلب، والرأس ملا ما حاسب شيء غير الناس ما يعطيته قيمته، وما سأل الضغط أنه لا حالة وتوب عابرة، أو أنها ما يقول لك عين قبض الهدوة شيء منه، يقول لك أنا ما لك قبض الهدوة يمشي ضغط يقر فيها والله يعود المزمن، كما كيف اللي شاك على أنه يجب حالة أنه ما قبض الهدوة أن الضغط اللي يمشي عنه. والضغط تغير يخلق جدار الشريان، من يثبت ويؤكد ماشي لا القدام لا متقدم حول الزيادة مع تقدم في السن، ولا تراجع أبدا. ما قد حد يعود كان فيه الضغط مؤكد ويعقب ملي يعود برعانه نهائيا، غير خارج من الحالات اللي يعود الضغط ما كان مؤكد ما كان مشخص، كان الناس اللي عندها القلق الزايد يجي الطبلة هي تنصوها لحق 20 تعود ما هي تنصوها حقيقي، تنصوها حقيقي لا 12 و 13، غير كان مخلع ولا كان متوتر والله مر بظروف عابرة ثانوية سببت ارتفاع الضغط. أما الضغط بحد ذاته فهو مرض مزمن كيف السكر، ويحتاج إلى علاج دائم، لكن العلاج هو اللي يقي من إصابة بأمراض القلب. والضغط عادة المتوسط الحدة هو 4 درجات، الدرجة الأولى يعود الضغط مرتفع على حافة الارتفاع وقعد ينطلوا لرجيم مواد غذائية، الدرجة الثانية يعود الضغط متوسط، الدرجة الثالثة يعود الضغط شديد يعني اللي تنصون قال فوق 18، مع إصابة بعض، الدرجة الرابعة يعود فهم ضغط مع إصابة بعض الأعضاء نتيجة ارتفاع الضغط، أعضاء النبيلة اللي هي البصر العين والدماغ والقلب والكلى، هذه هم الأهداف الأعضاء التي يستهدفها الضغط ويؤدي لها تلف ولا تغيرات تؤدي إلى التلف، بداية تلف الأعضاء تضخم القلب وعجز الكلى ولو بسيط راهو ما يفطن له، قالوا انفراكلينيك
غير سريري ما يعبر عنه بالفحص، لكن تبدأ الكليتين بإفراز بعض المواد تدل على أنها متأثرة بالضغط، والقلب إن شاف تخطيط القلب وإن شاف تلفس القلب إصابته بتضخم في جدار القلب به الضغط ومكافحة الضغط المزمن، والدماغ أيضا يصاب الإنسان مصاب بالضغط بجلطات صغيرة أي تعود ما تنشاف أي ما ينشل، غير يعود عنده ترسبات وانسداد في الشرايين الصغيرة تؤدي إلى اضطراب الذاكرة وربما أعراض عصبية أخرى، صداع مزمن به ارتفاع الضغط إصابة الضغط للدماغ والمخ والعين تصاب أيضا هي بالضغط، ينتفخ فيها الشريان الرئيسي ويتورم ويضعف البصر، وأحيانا يعود يشوف شيء من الخيالات والذباب الطائر اللي ما هو حقيقي، لكن به اللي تأثر الشريان الرئيسي للعين بارتفاع الضغط، والضغط بحد ذاته في إصابة مراحل الأولى ولا يصوم عمل دواء واحد ولا دوين، ومراحل المتقدمة عين لا نفطر المريض في بداية العلاج لين استقر الضغط إلى حالة متوسطة، بشرط أن لا تكون هناك إصابة شديدة للأعضاء النبيلة في الفترة الحادة، كيف القلب عنده إصابة في القلب ولا إصابة في الكلى مع ارتفاع الضغط، غير هذا ما يقدر يعمم. مشكلة الحوارات التثقيفية والتوعية الصحية ندل أنها لا يصح بها التعميم لكل مريض عنده حالة خاصة، تشعر واحد ضغطه 20 وعنده دواء واحد يعمله ولا عنده إصابة في القلب ولا في الكلى ولا في الدماغ وصحته جيدة نقول الصوم وعمل دواء في الليل، واحد عنده ضغطه 15 ولا 13 ولا 14 مزمن فيه وعنده كلى الكلى بدو يتعبه وعنده تضخم في القلب وعنده صداع مزمن عنده أدوية متعددة لعملها في النهار نقول له أنت افطر، إذا الحالة يقيمها الطبيب في حينها، والناس معظمهم اللي يسولوا عن علاقة الضغط في الصوم يعدلوا استشاراتهم قبل رمضان بفترة أسبوع على أسبوعين يسولوا عن الضغط كان الدرجة اللي لاحقينها كان ولا يقدر الصوم ولا ما يقدر الصوم. على العموم بشكل عموم 80-90% من مرضى الضغط يصوم، كذلك القلب اللي عنده أزمات قلبية حادة عادة الشهر الأول تكون هناك يخلق هناك تغير في جدار عضلة القلب المصاب بأزمة قلبية في الشهر الأول نفطرهم فيه معينة الشهر الثاني، بعد ذلك إلى عاد القلب سليم ولا هو ضعيف نسمحوا لهم بصوم. وكيف قلت مالية أمراض القلب دور نتناولها عندها درجات مالية متعددة وفي كل مرحلة عندها علاج وعندها نصائح مختلفة. طيب شيخنا الكريم، الإنفاق في رمضان تحدثتم عن هذه النماذج المشرقة بدءا برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، كيف نقتدي بهذه القدوات اليوم في زماننا؟ كيف للإنسان أن ينفق؟ وهل هناك يعني ناس محددين يجب أن ينفق عليهم؟ وهل هناك درجات أو تفاوت في ما ينفق عليه؟ جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعدنا أن نتسيى بما رأينا من نصوص، نتبع النصوص وما رأيناه في العهد النبوي وفي عهد الصحابة، فنتسارع إلى هذا الخير الكثير عملا بقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم. نحن الآن في شهر رمضان، بالإمكان إفطار الصائم، فالحديث عن من فطر صائم فله من أجره دون أن ينقص من الصائم شيئا، وأنا أحد من فطر صائم لا كيف اللي هو كان صائم، أنا عن معاد صائم مرتين، هو كان صائم وفطر صائمة. أيضا الصدقة في رمضان أعظم من الصدقة في غير رمضان، لأن رمضان تعظم فيه الطاعة والمعصية، معناها عنا يالهون نتسارع ونتسابق إلى مساعدة الفقير
وسد حاجات المحتاجين، ولننتبه إلى أن ثمة مصاريف هذا الإنفاق ينقسم إلى قسمين: الإنفاق الواجب ومنه الزكاة ولها مصاريفها، والإنفاق المستحب هو مفتوح، لأن كل إنسان فيه الأجر حتى ولو كان غير مسلم. أنهى عن التبرعات والهبات، علينا أن نتعود إعطاءها للمحتاجين والفقراء. ولننتبه إلى قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فعلينا أن نتعود الإنفاق في رمضان وفي غيره، ولا نستقل ما نقدمه لعد ما عندنا ياسر، لأن جهد المقيل معروف عنه ثاده وله مكانته، فلنتسابق ولو بشق تمرة، أنا أحد عنده الله شيء ما هو ياسر يعطي ثوب ذاك اللي متاح، لينفق ذو ساعة من ساعته باب الإنفاق، ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله. هذا باب النفقات الواجبة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. أيضا الإنفاق في الملابس، الإنفاق في مساعدة الآخرين في بناء مساكن، في إصلاح سياراتهم. أنهى عن أوجه الإنفاق هي كثيرة جدا: في الهبات، في الأوقاف، في الصدقات، في العرية، وهذا يتحدي عد لا كذام الأوجه. ومن كان في حياة أخيه المؤمن كان الله تعالى فيه. أنهى عن لا أحد ساعد أخاه في شيء ذكره فيه هجر كثير. الصدقة بحد ذاتها تدفع البلاء، فلنتعود عليها دائما في الصباح والأوقات كاملة في رمضان، ولنصطحبها بعده في الزمن الآخر، لأن الحكمة من الإنفاق هو سد خلة الفقير، وهذا عنده فائدة عن حد عود يبتعد عن الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشيطان له مداخل الإنسان، منها الحرص، يقول أنت ماذا قال لي فراغ وأنت كذا. وإحنا الحديث برنا فيه عن الإنسان ليس له من ماله إلا ما أكل فأبلى، والله أنفق فأبقى. وأحدنا في حالة النمات لن يصطحب من ماله إلا يكون كفن وتوف. إني مرؤ قد قدرت منونه كفن، لا الكفن وتوف. عقب ذاك المال له يقيس مصاريف ديون، وصايا إلى عات اللي خالقه ثم الورثة، غير بعد إحنا بعدنا عدنا منه إلا ذاك اللي توفي الكفن اللي قاع ما هو حتى مكلف. قد قاعد يتبرع حد بيعطي الكفن قاع ما تقولوا قاع الميت. معناها عن الإنسان يسأل عن ماله، هو اكتسبه من أي وجه وفيما أنفقه، وليس له منه إلا ما قدم وتوف، ذاك اللي قدمناه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هو خير الرازقين. الدعاء يقول جبرنا في الحديث: اللهم أعطي منفقا خلفا، هذا ملي أيضا مهم. ولكن الإنفاق قد يصاحبه الرياء، فلينتبه الإنسان إلى أن عليه أن ينفق بنية صادقة مخلص فيها لوجه الله سبحانه وتعالى. ونذكر عن ثم سبع أشخاص يظلون يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت منه. طبعا فهم الإنفاق اللي يسن إعلانه كالزكوات، الزكاة من سننها تعود معلنة عند الفقراء، يعود إعلان حوله يحل في شهر رمضان شهر كذا، هذا سنة، يعني الله هو يظهر زكوات الواجبة. يغير إنفاق اللي ما هو واجب أفضل يعود يخفيه، وإن تخفوها الفقراء فهو خير لكم. أنا أشبه حد ينفق ليلا، قلنا عن الإمام علي عنه أنفق في الليل والنهار العلن والسر. أنا أحد يعود يسحب معاها إنفاقه، يعني يعطيه بنية صادقة خالصة باش يعود ما فهم رياء، لأن الرياء يبطل الأعمال من أصلها، فهم الرياء والسمعة وكلها يبطل العمل، لأن يا الله حد يعد العبادة لوجه الله تعالى وتوف. والحديث اللي فيه الرياء عن الناس اللي تسعر بهم النار: حد أنفق ماله غير أنفقه ما هو بنية صادقة، وكذا المجاهد اللي شاهد أمه اللي ما هو بنية صادقة لعلى كلمة الله.
وكيف هم العالم اللي قال الناس ما به عن يعود يعلم الناس جو قاله هو عالم، معناها الرياء يدخل من كل باب، يدخل من الإنفاق، من العلم، من الجهاد. يا الله نصحه النية لله تعالى. وبالتالي شيخنا الفاضل هذا يحيلنا شيخنا الفاضل إلى أن المنفق هو من يعلم حقيقة نفسه، هل أنفق رياء، هل أنفق من أجل أن يقال منفق، يعني بالتالي كل هذا يرجع إلى الشخص نفسه. وهنا ربما يتساءل البعض عن الحد الفاصل بين الإنفاق يعني الصادق بالنية الصادقة وبين الرياء، هل هناك حد؟ نعم في حد، هو تكون عملي خوف الريائي باعتبار مكيد الشيطان، معناها قد حد يعود رياء وذا قد يعود قاله يحفز الآخرين عند الإنفاق، وذاك عنده فيه نوع من الاعتبار. ولا حد يعس توه من يعوداك اللي معدل لغير وجه الله تعالى. الحد هذا يحفز الناس ونعتلها عن هذا عنه يا الله يعدل، هذا من نعم الله اللي يا الله حد يحدث بها. غير هو ذاك اللي أعطى إياك يحاكى، هذا عنده أشر اللي هو عاطي إياك الناس حامله، ولا به إياك يعود كأنه هو أعطى إياك قال هو أعطى. لكن هم اللي حد الله يتوضى ويصلي الناس في الأضحى يقزم الله اللي معاه يعدلوها، هذا من الله يعود ألا دعاهم بالفعل إلى امتثال صلاة الضحى، وذاك اللي الله يعدل. معناها النية هي إكسير العمل، يتحدي وظفه توظيف دقيق لصالحه، عدم لصالح الناس، مع أنه يحفز الناس إلى قيام الليل وجل الإنفاق وإلى مساعدة الآخرين ودعمهم، وذا كامل مفيد. والنية قطعا دورها أساسي في الإخلاص. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. تفسير قبل قليل كنتم تتحدثون عن القلب، عن الأمراض المتعلقة بالقلب، وعن ما ينبغي للمصاب بهذه الأمراض أن يتبعه حين يريد أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة. أمراض القلب كيف تعرفوا الصوم يعود مفيد لمعظم أمراض القلب، لأنها هي ناتجة دائما عن زيادة الإفراط في الأكل، وعن كثرة ثم اللي الشراب اللي يعود يسبب احتقان في السوائل في الجسم، وذلك الاحتقان يسبب ضيق في التنفس. لأن أمراض القلب معظمها 80% منها الصوم يعالجها ويقي من مرض تفاقمها، لأن الصوم ينظف الجسم، ينظف الدور من المواد اللي يكون منها الجسم الكوليسترول الضار. ولاحظوا عند الصائمين فحوصهم انه عقب رمضان او نهايه رمضان يعود الكوليسترول الضار منخفض والكوليسترول الحميد مرتفع، اللي هو اشتي الكوليسترول. هذا طبعا حاله انه الصوم حد حافظ على حميه مالي ما يحمل حميه عكسيه كيف اللي يخلق ناس طال صائمين غير في الليل توكل اكثر من اللي توكل زمن وزمن رمضان. تعود ما اللي تبالغ في تنويع الوجبات وتناول السكريات والدهون في الليل، عدوا كل شيء ما كانوا يعملوه. لذلك أنصح الصائمين بتجنب تناول اللحوم في فترة رمضان، والإكثار من السمك والدجاج، طبعا الدجاج تنقلع قشرته به اللي دائما تحت المواد السامة مالي كبيرة، وكذلك الخضروات والفواكه دائما ملي من الأمور المنسية في فترة رمضان، الناس ما تعمل صلاة إلا نادرا، وهيك تمتص العوامل اللي تؤكسد المؤكسدة، وهيك هي اللي تحول الكوليسترول من الشكل الحميد إلى الشكل الضار. وننصح أيضا الصائمين المصابين بمرض القلب بأنهم اللي عندهم أدوية مضرة للبول تعطش تعمل عدة مرات في النهار لأنهم ما يصوموا، بينما ذوك اللي عندهم أدوية ما فيها شيء كثر البول، اللي عندهم إصابة بالكلى ودرجة إصابة القلب ما هي كبيرة يصوموا اللي بدون خطورة. الإلكترين فصل لكم اللي درجات مرض القلب فيه إنه 4 درجات حسب ضيق التنفس مهما كانت إصابة القلب. عندنا 4 درجات، درجة الأولى أمره ما يشعر بضيق تنفس، عنده مرض القلب غير ما يحس بشيء، يقعد يعدل عمله. درجة الثانية يعود يتأثر بالكلام
والسحوم والوكيل يجبر ضيق التنفس أثناء الأعمال البسيطة. درجة ثالثة قال هذه السبنية مادري يوفر أقل جهد تنقرق نفسه. الدرجة الرابعة يقع ما متحرك له عند الجهد وتاكي تاكي يقعد ما هو قادر يتنفس يكون لين يقعد. هيك المرحلة الرابعة عادة المرحلة الأولى والثانية ما في مشكلة صوم. المرحلة الثالثة فيها خلاف حسب الأدوية اللي تعمل حسب نوعية الإصابة كان في الشرايين ولا في العضلة. والدرجة الرابعة قاعد ما يقدر يصوم عنده ياسم الأدوية يعملوها في نفس الوقت. بارك الله فيكم. الآن نتابع الأسئلة الفقهية. طبعا كاميرا السهرة الرمضانية تنقلت بين الإخوة الصائمين وهناك بعض الأسئلة التي طرحوها نتابعها ثم نجيب عليها بحول الله تعالى. الفقيه عن تفسير هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعندي سؤال ثاني مالي وهو أن بعض الأشخاص يتصدقوا ولكنه يصور هذه الصدقة، ما حكمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما ينفق فيه كان في شهر رمضان المبارك، ولذلك الحث من الإنفاق يعود كان فهم حد من والله 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 ما فهم حد والله حسب الاستطاعة الإنسان من الإنفاق. قد الإنفاق لبعض من الناس اللي نشوفوهم هما عندهم المال غير يجول الفقير يعطوه له 200 و 100. شنو هو هذا النوع من الانفاق حوله اللي يعود ما يعاون قوة الفقير اليوم؟ يعود حد عنده المال وعنه ينفق وعنه يزكي يعطي 200 200 200 شمزي. هذا في الحقيقة نختاروا الفقهاء يطرحوا في هذا النوع من الامور. انا مسوي الفقيه عن هذا السؤال وان هذه الآية وانفقوا مما شاء لكم مستخلفين فيه. مرحبا بكم من جديد أعزائي الصائمين. شيخنا الفاضل، تفسير الآية الكريمة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. كنا عن الإمام علي رضي الله عنه كان عنده عدد من الدراهم فحرص على أن ينفق البعض نهارا البعض في الليل البعض في صفة علانية. صفة سرية هي الرابعة فنزلت فيه هذه الآية نزلت عليه. معناها عن نحن اليوماتيه اللي منا عدلها يعود كأنه راه هو عدل جر كثير به اللي أنفق بعض ماله في الليل ما لا يشوف حد أنفق البعض في النهار وخطا بنية الصادق عليه تعود. وبصفة علنية لأن الزكاة قاع إنفاقها يعود علني ما هو مشهود قاع لأن السنة يظهرها والسنة يعطاها عن طيب نفس ومن كرائم المال يعطي حد ذاك اللي يبغي اللي يبغي حتى قاع أنه ما يعطيه هو اللي الله يعطيه. به لي على حد ينفقوا مما يحب لأن بل حتى تنفقوا مما تحبون. إذن يا الله حد ينفقوا المال حسب استطاعته ولا يستقل ذاك اللي قاعد يعطيه سوى عنده الله شوي. إذن يفهم من هذا أنه لا يجوز للشخص أن يذهب إلى الحيوان مثلا ويأخذ منه ذيك اللي ما هي زينة عنده ويوخاها في السكن، بينما هذيك الناقة اللي ما يزوز ذيك اللي ما هي زينة طبعا تعود مجزئة إلى عادة اللي في ضوابط الإجزاء. يا غير توفى سنة ثلاثة في الزكاة، السنة الأولى إعطاؤها من كرائم ماله يشبه ذاك سنة، يا غير عادة مجزئة تحط كأنها جاهزة يعني بعد رأى خلي سنة. السنة الثانية هي إعطاؤها عن طيب نفسه معناها أعطيها حق عنده، ولهذا الزكاة حطاها شراء لها مكروه معناها ما يلا يدفع بها عقب ذاك يعني خليها عنه ما يشوتوه لا يشتريها يكون إلى عطاها الحد وعذاك الحد مات وهو كان ورثها هذا هو ملك جبري ما عنده فيش يقدم لكها. السنة الثالثة هي الإعلان وتحد دائما موسمه فلان موسمه في العيد في رمضان الناس عارفة موسمه كذا لا يزكي فيه هي سنة الزكاة. هي الصلاة الإنفاق الثاني هو اللي يالله حد يواسيه بصفة سرية إياك يعود ما فمات إياه دواعي الريال مؤثرة في الأعمال الصالحة ولها السمعة يعني حد يخفي صدقاته ذاك أفضل أشبه. طيب سؤال الآخر: بعض الأشخاص تراه يتصدق ولكنه يصور هذه الصدقات. يعني بعض حد عسف ذاك من الرياء به اللي يعني حد قلنا عن الصدقات اللي ما هي واجبة ما سنة يظهرها يعني حد يخفيها لعل يعود مرائي. المرائي
من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. العات الجهة اللي عاطي هذا ما هي شرطة تصويره ذاك يدعو خالق من شيء. حد بعده يعطي شيء أشبه بعده هو من نفسه يعطيه صفة سرية، لأنه قلنا عن السبعة اللي ظلوا من ظل إلا ظله ذاك اللي صدق وصدقه لا تعلم شماله ما أنفقت منه. هذا قطعا لا يعود فيه في أجر كثير. والرياء بطل الأعمال من أصلها، به اللي رياء كأنه عمل فعل لغير الله تعالى، معناها يلا حتى يصحح النية في الإنفاق باش يعود مأجور. طيب، حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنفاق في رمضان، هل هناك حد لهذا الإنفاق؟ منه حسب الاستطاع؟ الإنفاق ما عنده حدود. لا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قلت حد يعطي هو فهم التبذير وفهم الإنفاق. الإنفاق ما هو تبذير، به صرف المال في الطاعة. التبذير هو صرف المال في المعصية، يسوق على شوي من المال. غير حد أعطى المال للناس هذا ما ينقال عنه مبذر، به اللي صرف ماله في حوائج الناس وقضاء أغراضهم وحاجاتهم، وهذا متعدل. معناها أيضا نسارع ونتنافس في الإنفاق والإكثار من الإنفاق. طيب، البعض يملك أموال كثيرة وبرغم ذلك إذا أراد أن يتصدق أعطى القدر اليسير 100 ولا 200. فهم الصدقة حد بعد قد يكثرها بعد الأشبه. غير هذا بعد المال ماله هو، يعني يلا تروح يعطي منه ذاك اللي قاعد يعطي. فما ذاك الإنفاق الواجب ما هو قام مسؤول عنه، يلا يعطي ذاك اللي وجب عليه من الزكاة يعطيه. في المال حق سوى الزكاة، والله ليس فيه حق سوى الزكاة. معناها يلا بعد حد ينفق توفي، انتبه لقوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم أنفقوا لهم أجر كبير. حد قد يعطي ياسر يعطي. من استحضر هذا فإنه ربما يتغلب على الغريزة أو شهية الإبقاء المال نعم. الحرص. السؤال الأخير يسأل عن تفسير الآية الكريمة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهذا تطرقنا له. نعم، أنفقوا هي في الأمر، معناها يا الله حد ينفق من المال الإنسان مستخلف فيه، به اللي احنا قلنا عن الإنسان الوقت اللي مات المال مات له، مات له عنده، به اللي ذاك المال له الورثة وله جهات معروفة. يا الله ما حد وصى عنده هو مستخلف عليه، يا الله ما ينسى راسه، لأنه ليس له من ماله إلا ما أكل راه فأكله فأبلاه، والله أنفق فأبقى. طيب، شكرا لكم شيخنا الفاضل. ننتقل للأسئلة المرتبطة بالموضوع الطبي في هذه السهرة الرمضانية، نتابع هذه الأسئلة ثم نعود بحول الله تعالى. نسول دكتور على شنو هي الأطعمة المناسبة للتنسيون خاصة رمضان، وطريقة اللي عشاهم شعود كيفو، اشبه عشي يتعشاو به واشبه فطور يفطروا به، وصحورهم اللي كذلك، يعطينا تنبؤ عن الضغط، شنو هم الأطعمة اللي مناسبة لهم في رمضان. سؤال موجه للطبيب، ما هي أسباب تصلب الشرايين؟ نختار سؤال للطبيب عن الأطعمة اللي تسبب تصلب الشرايين. أنا عندي سؤال نبقي نسول للطبيب عنه، شنو هما الأسباب اللي يسببوا أمراض الضغط هذا اللي ياسر من الناس صار كعادي يعاني منها؟ إذن مرحبا بكم من جديد. الأطعمة المناسبة لأهل الضغط خاصة في رمضان، ممن طبعا يسمح لهم بالصوم. طبعا الضغط عادة ننصحهم بحمية قليلة الملح، لأن نوسعهم في أخبار الملح، الملح حاجة اليومية منه 5 غرامات إلى 6 غرامات. لكن الوجبات الموريتانية عادة يعود الملح اللي يقوضوه في النهار يلحق إلى 15 غرام إلى 20 غرام، هذا كيلو العادي ما علمنا به، إحنا فاصلين إلى 6 غرامات. إلين يعود الإنسان صحيح وبنيته جيدة لا يتخلص من ذاك الملح في البول ولا يسبب ارتفاع الضغط. لكن اللي عندهم مرض في القلب والله عندهم ارتفاع في الضغط لا يعود ذاك الملح عبء على القلب وعلى الشرايين، يسبب ضيق التنفس وارتفاع في الضغط وأحيانا تورم في الساقين. لذلك أهم شيء ننصح الصائمين وصائمين القلب بالإقلال من الملح بشكل عام، بحيث يعود أقل شيء ممكن، أقل شيء 6 غرامات ما تنضايق. الناس متعودة على الملح الزايد
وبالتالي نقدروها بكويار كنتو هاي اللي تلقاوها صغيره، واحد يدير فيها الملح بودر ويخاف فوق صبعه، يجاوب 6 غرامات تلقى الحاجه اليوميه اللي الملح، يعني اقلال من الملح. ننصح مرضى القلب ولا مرضى الضغط للصيام ايضا انهم يتجنبوا اللحوم، لان اللحوم فيها مواد جاهزه لصنع الكوليسترول الضار في الجسم، بالتالي يعطوا ياكلوا الخضروات اكثر لان تمتص ذيك المواد، ويعودوا ملي المواد اللي عملوا ما هي مادة ما في مواد دسمه مباشره ولا غير مباشره، كيف اللبن اللي نسبه السم فيها تلحق 10 الى 15%، وكيف الزيوت المقليات هذه المواد اللي تندار في الزيت وتنقله يكمل لي ضار بحد فيه تنسون وحد فيه القلب. ننصحه أثناء الإفطار أكل السنة والتمرات اللي السكريات سريعة الامتصاص اللي مباشرة تعادل مستوى السكر في الدم، وذاك عند تأثير سريع. عاد شرط العادة على تناول ملي شربة ساخنة سواء شيء والله سوب ذيك ملي صحية جدا، غير يلا يكتفي بذلك لا تمرات وسب، ما يتلب لهم وجبة كبيرة عن الإفطار ويحاني ساعتين قدر اللي يستوعب بهيك المواد، يعتدل السكر في الدم، يزداد يهضم ذاك اللي فات افطر به، حد وسط عقب ساعتين من الإفطار يتناول وجبة تعود ملي اختارت تعود قليل ملحة، ولا يعود الملح اللحم فيها كل نهار، عاد مرة ولا مرتين في الأسبوع جيد ما يعود كل نهار. وجبة عند الصلاة سابق الصلاة ولا عقب الصلاة؟ أنا سوى لي كان القسطرة علاقته بالقلب شنو هي؟ قسطرة ثم هذا ما سمعته كانها قاعدة داخلة فيه وتوه والله هي مستقلة عنه والله. السؤال الثاني عن تصلب الشرايين دور هو اللي يسبب قسطرة. نرجع عليه ذاك سيدي الفقيه، قلنا لأنه في العشاء باطل والله عاقب السحور يعود عنده اساسا يعود لا اصح سحور لا الفواكه. فواكه. لا الفواكه. لا بومو بنانا. بومو بنانا ودلاح كامل صحيح. باللي عندهم تاثير يعني مواد اولا تعطي الشيء في الدم وتعوض نقص الفيتامينات والمواد اللي ليزانتي اوكسيدان اللي في التفاح اساسا. مهمة للصحة والله، ما اللي تشيشة هذه وسكريات بعيدة الامتصاص طويلة الامتصاص يكون اللي عندها تأثير مفيد، تخلي الإنسان يعطي 6 ساعات ولا 8 ساعات معتدل فيه سكر الدم من دون ما يعود تناول سكريات مباشرة، يتجنب الملح وقت السحور وتجنب السكر سريع الامتصاص وقت السحور لأنه يعطش ويزيد من الحاجة إلى الشرب وهو ما قد يشرب. يعني وقت السحور يعني يعود وجهد. أنصح مولي الصائمين بالمشي، رياضة على الأقل المشي في أي وقت سواء بعد الصلاة والله بعد العشاء يعدل نص ساعة إلى ساعة من المشي كل نهار، هذه معلومة في الدورة الدموية تنشط الشرايين وتساعد الجسم على عمليات الاستقلاب الضروري للصحة. طيب السؤال الثاني أسباب تصلب الشرايين. تصلب الشرايين هو سؤال الشيخ. ايضا تصلب الشرايين هو ترسبات الكوليسترول على جدار الشريان، الشريان تعود اللين يمشي فيه الدم ونقره ما يعود فيهم ترسبات الكوليسترول. تصلب الشرايين هو ماده الكوليسترول اللي الناس حدين منها قاعد مشكين فيها، وحدين من المضللين يقولون الكوليسترول انه ما هو خارج منه الا كذبه، هو ماده حقيقيه تنجبر مترسبه ساد الشرايين اللي في الجسم خاصة في المناطق النشطة اللي هي القلب والدماغ. من أين تترسب مادة الكوليسترول على جدار شريان القلب؟ هي تضيق حتى وتسبب أزمة قلبية، يحس الإنسان بألم شديد في الصدر، يعود لابد من مشاف تخطيط القلب، عاد القسطرة تفتح ذاك الانسداد والله تنفخ فيه بالون والله تديله دعامة ياكي تم مفتوح، وهي علاج تصلب الشرايين اللي يؤدي الى انسداد الشرايين. من يعود الشرايين جايه الرقبه في اذنين
شرايين الكاروتيد السباتيين الاثنين، يخلي فيهم استداد من تصلب الشرايين ويؤدي الى جلطه والله شلل نصفي. لذلك سبب ذا كامل ارتفاع الضغط، ارتفاع كوليسترول الدار وقله الرياضه. طبعا السكر ايضا يسبب يساعد في تصلب الشرايين. لذلك الناس اللي عندها تصلب الشرايين يا تعود ما توكل للحم حكما، تعمل ادويه يخفف الكوليسترول وتعدل ياسر من الرياضه، ياك الرياضه تساعد لان الدم الشرايين تم دائما مفتوح وتم دائما لين ولا يجبر لك تصلب. طيب الاطعمه التي تسبب تصلب الشرايين؟ الاطعمه لا اللحم اللحم مع الاسف وجبه رئيسيه عند موريتانيا ان شاء الله ما ضيع الناس كده. ولا قطعنا بالنسبه للدول اللي ما تعمل اللحم، عمل الحوت والفواكه والخضروات والنبات، اقل فيها تصلب الشرايين من الشعوب اللي اكلت لحوم اللي ناكلهم اللي بشكل يومي. هو الحاجه من 100 جرام في النهار، واحد منا ما شاء الله يمكن نص كيلو ولا كيلو من اللحم في النهار، لا بد من يعقب يجد مكان يترسب فيه الكوليسترول يعقب يؤدي له الى تصلب الشرايين وانسداد الشرايين. غير تصلب الشرايين ان بروسيس ما تطور مدته 20 سنه، معناه ان حد سد له عرق في شرايين يغذي الدماغ والله شرايين القلب، ما هي من وجبته يامس، هو من وجباته 20 سنوات الماضيه اللي كانت غنيه باللحم، اللي تم كل يوم يجي جرام ونص جرام من الكوليسترول لين عقب يلحق مرحله معينه عاده من الخمسينات ولا الستينات يبدو تصلب الشرايين، نجد الشرايين كلها متكدس عليها ذاك الكوليسترول وعود مرحلة العلاج. كنا ما قبضنا اللحم، كنا في مرحلة الوقاية. لذلك من النصائح اللي الحالية اللي تفرض منظمة الصحة العالمية ولا تطلب به دول على انها وجبات غذائية خالية من الدسوم قبل 50 سنة. قبل 50 سنة هي الفترة اللي على حد يعود فات عدل حالة لوقاية من الكوليسترول اللي وتصلب الشرايين اللي يجي بعد 50. يعود الشعوب الأطفال يمارسوا الرياضة في المدارس، نجول بقايا من تصلب الشرايين يبدأ من سن المدارس، مدرسة الابتدائية ساعة من الرياضة كل نهار، مدرسات ثانوية زاد الوقت اللي قاعد ساعتين من الرياضة حكما كل نهار ولا نهارين في الأسبوع وتمرينات أكثر، وغذاء فقير بالدسوم فقير باللحوم غني بالألياف والنباتات والفواكه، 400 جرام يوميا من الفواكه والخضروات مع ساعة من الرياضة. هذا سابق 50 سنة، يلحق 50 ما أجبر تصلب الشرايين. غير ذا مراحل الرياضة المدرسية مع الأسف مفقودة في مدارسنا الحالية، ولا هم اللي قاعد ننوه بالنساء اللي عندنا يصابوا أكثر من تصلب الشرايين من الرجال، بهم قلة النشاط الرياضي وبهم السمنة. بالعالم في دول أخرى نجد تصلب الشرايين أكثر هو عند الرجال، غير عندنا احنا هنا جانب النساء ما يعد الرياضة ولا يحركوا ودائما زايد وزنهم، مع الأسف عندهم تصلب الشرايين أكثر، ويظهر فيهم لا عاقب مدي 50 ولا 60 سنة، لأن فترة الولادة فترة النساء سن الولادة الله تبارك وتعالى عاطي للنساء وقاية من أمراض القلب. غير دائما يتخطاوا 5 سنوات ولا 10 سنوات عقب تلك الفترة يستواوا هما الرجال خطورة بأمراض القلب، ويعودوا قاعهم أكثر إصابة بهم زيادة الوزن اللي متفشية كانت في المجتمع. يعني لخص تصلب الشرايين سببه عدم النشاط الرياضي، كثرة تناول اللحوم بشكل يومي، وننصح الناس برمضان وخارج رمضان انهم ينتبهوا للامر ويبدوا من اللي يشجعوا الاطفال على الرياضه اليوميه والمدارس، يلا من اللي تشجع تتفتح قاعات الرياضه وتشجع الاطفال لممارسة الرياضه بشكل يومي. يعني عندنا جيل اخر اصح واقوى واقل امراض من هاي امراض العصر اللي هي اولها تصلب الشرايين.
دكتور الشائع الشائع بين الناس ان 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 المجتمع والله الشعوب اللي موجوده هنا انها شعوب ما تصيب عن وكيل الحال توكلوا في النهار وفي الليل والاوقات اللي بينهم وعلى انه ترى انسان لو عنده عمر 100 عام 90 عام وهو دائما يوكل الحال الليل والنهار ولا عنده اي مشكله قد يعود عنده 100 عام قاعد نادر في المجتمع احنا خاصه للاحصائيات نسبة معدل الأعمار الموريتاني الحاجة 62 سنة بينما في الدول المتقدمة 80 سنة الناس مثلا معظم حد توفى سابق 80 سنة عندهم نانو قصار عمره مثلا بينما احنا معدل الوفيات عندنا معدل العمر 62 إلى 63 سنة طبعا هذا سببه لأن أمراض الشيخ وأمراض الكبار متفشية حتى وسببها أساسا لتناول اللحوم ذاك قطعا وعادة وثقافة تبديل الثقافة صعيب يصعب جدا المجتمع يتقبل لأنه الحم ما يتكل ولا اللي ما خلق بديل آخر مجتمع معظمه كان يعيش في البدو ويعتمد على الرعي وعلى تنمية الحيوانات ما كان مجتمع فلاحي يستخدم الزراعة ولا يتناول مواد المزروعة يتناول إلا اللحم واللبن كوجبات رئيسية ومنين هم اللي وفهمن البادية وجل الدشرة ما صلح النظام الغذائي واصل لك النظام الغذائي اللي كان ما هو سليم في البادية ودار معاه هم اللي قلت النشاط الرياضي والوجبات السريعة اللي تراثر هم اللي هي ما بعد قام مشكلة ظهرت هذه المطاعم الصغيرين اللي شفتوا انتشروا في المكشوف عندهم اللي هم جيل آخر يربي جيل ثاني من أمراض السكر يزيد نسبة السكر في الأطفال بيجي دور تشوف الأطفال عادوا أكثر وزنهم زايد ودور عادوا أكثر فيهم عاقب بني يحقوا سن معينة أكثر فيهم السكر والضغط من الأطفال اللي في جيل السابق اللي ما كانوا في مطاعم موجودين وهذا مع الأسف هناك تطور عمراني وهناك تراجع اللي في الصحة وفي النظام الغذائي الصحي اللي سيسبب لنا مع الأسف ارتفاع في نسبة السكر لدى الشباب لدى الأطفال لدى الكبار وزيادة السمنة في الأطفال في السنوات القادمة طيب سؤال الأخير الأسباب التي تؤدي إلى أمراض الضغط الضغط معظم حالاته وراثي عنده استعداد وراثي تهيئ شخص على عنده شيء من الجينات في الجسم اللي مبرمج على انه يجي الضغط في والديه فيهم الضغط غير من الاسباب ايضا اللي مباشره هي الافراط في تناول الملح كيف قلت لكم قبل ان الانسان يحتاج الى 5 غرامات الى 6 غرامات من الملح يوميا منين يوكل 15 غرام 20 غرام كل نهار لا شك ان هذا الملح دور يعقب الله يسبب له ارتفاع في الضغط في سن عاده يبدا في سن 30 ل 40 سنه ارتفاع الضغط ومنين ما يعالج هو اللي يجي من اللي مرض القلب عليه ويجي تصلب الشرايين ويبدو العرق هو مرض ليس لا عرض له حكما الضغط خطورته ينقله القاتل الصامت لانه ما عنده عرق في البدايه منين يبدو العرق معناه انه اصاب احد الاعضاء المهمه كيف تصاب القلب تجيب ضيق تنفس إصابة الدماغ تجيب ارتفاع صداع مزمن إصابة الكلى تجيب التورم وإصابة البصر تؤدي إلى ضعف البصر وإلى أعراض أخرى إذا خطورته هي لأنه ما عنده أعراض واضحة في بدايته غير بعد حد كامل حق 40 سنة يلا سنويا مرة في السنة يكشف على حراسه وعلى كان فيه تنصو ولعت فيه مال يقبضه ويخلي عنه الإشاعات المغرضة لأن الضغط ما يداوى وأنه من يداوى لي أقرب الإنسان كما لو كان يقولوا يغير عقب سنة وسنتين يعملوا الدواء وكل تأخر في علاجه يؤدي إلى تراجع في وظائف القلب ولا الكلى هو من يتم لا طالع لا بد أن يأثر على القلب يأثر على الكلى ويسبب تصلب الشرايين اللي سؤال عنه يعني من أسباب تصلب الشرايين ارتفاع الضغط عدم النشاط الرياضي اكثر من تناول الدسوم اللي فيها اللحم اللي فيه ماده الكوليسترول وهذا وقله الرياضه
طيب الآن ننتقل لركن ثابت من أركان السهرة الرمضانية من برامجنا ليوم غد، ثم نعود بحول الله تعالى لنواصل النقاش. إذن مرحبا بكم من جديد أعزائي الصائمين. شيخنا الفاضل، الإنفاق كما رأينا فضله، رأينا آدابه، رأينا ما له من أهداف عظيمة للمجتمع وللأمة بصورة جمعة، لكن أليس من الحصافة أن ينظر الإنسان إلى هذا المال، مصدر هذا المال، حتى ينفق من طيب، لأن الله لا يقبل إلا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قدمتم، قال سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منكم تنفقون. الإنسان عليه أن لا ينفق إلا مال طيب، لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. ولهذا من أنفق من مال طيب لا يتعود ذاك النوم الذي يخلق، لا يعود كثير، يعود أربعون عند الله تعالى به اللي هو أنفقه من مال طيب. ما صدق عبد من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبة إلا كان كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون كالجبل. معناها عن الأجر بعد جاء مشروط بالمال الطيب، لأن المال الخبيث الإنسان ما يعود عنده مال خبيث. للإنسان يسأل عن ماله هو اكتسبه من أي وجه وفيما أنفقه. والآية الصريحة عن ما يعلى حد ينفق من مال خبيث: ولا تيمموا أي تأخذوا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذن كي قلت ضروري حد ذاك الله يعطي ألا ماله هو اللي طيب، ما هو مكتسب من شيء، ما هو جائز، يعلم اللي يعطيه عن طيب نفس به الماخوذ حياء كالماخوذ عصبا. على عود عطيه عن طيب نفس، ياك عود من أجر به اللي حط ماله ما هو عن طيب نفس، راه وزقل ماله وحد مولي ما عنده أجر، لأنه ساهم في أن يكون الإنسان اللي معطيه المال يأخذ مالا لا يباح له أخذه، لأنه هو أعطيه حياء، والمأخوذ حياء كالماخوذ عصبا. أنا نعود أنفسنا على الإعطاء عن طيب النفس والإعطاء من مال طيب، معناها مال أصله مباح، مال الإنسان هو اللي ملكه، ما هو اختلسه من جهة ولا أخذه من جهة، ذاك هو اللي ملاه لا يعود مأجور. وإنفاقه هو اللي فيه الوعد اللي كنا نقوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. هذا الإنفاق في شيء ينفق في
تسلف الآخرين وفيه أجور كثيرة، شيء ينفق في قضاء الديون، حد فيه دين له يمشي خلصه، هذا مالي أجور كثيرة. تفريج الكروبات، تفريج الكروبات بأنواعها أيضا. في أيضا مال ينفق في التعلم، حد ينفقه على أولاده ياك يتعلموا، هذا مالي أجره كثيرة. ثم شيء ينفق في المهور الآخرين، هذا مالي أيضا مالي أجور كثيرة. شيخنا الشيخ المجاهد الشيخ ملعن يقول صدقة نفقة تزويج تسلف لمن به تحويج ثم المدارات وقضاء الدين تعلم الصبيان. هي السبعاية رتب عليها قوله سبعون، سبعمائة، سبع ألاف، سبعون ألفا ضعفها بلا خلاف، وضعف ضعف الضعف ما لا يعلم ثوابه إلا الإله. معناها هاي الأمور كاملة كل واحدة منها فيها أجور كثيرة. أجور كثيرة. طيب في الفقرة الموالية يا أعزائي الصائمين نتابع ما دونه ضيوف السهرة الأولى من السهرة الرمضانية، نتابع هذه الفقرة ثم نعود بحول الله تعالى. تشرفت الليلة بالاستضافة على شاشة قناة الموريتانية العريقة، وكانت فرصة طيبة لمخاطبة مشاهديها الكرام حول موضوع الصوم أحكامه وحكمه وفضائله. شرفت بالمحاور الحصيفي وبالطبيب اللبيبي، وستبقى هذه الاستضافة خالدة في سجل الذكريات العامر بالمشاعر الجميلة تجاه الموريتانية وطواقمها المتميزة. أتمنى للقناة مزيدا من التألق والحرص الدائم على إبلاغ رسالة الخير والعمران، والله يوفق الجميع للخير. الداسي عمر طالب، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. برنامج مفصل مفيد ماتع يجمع بين الفقه والطب وفيه منافع للمسلمين. أدامكم الله، الدكتور أحمد محمد عمر. إذن مرحبا بكم من جديد أعزائي الصائمين. الدكتور، وهي نصيحة للشباب، الشباب يلاحظ عليه بأنه بدأ يميل إلى الخمول، الكسل، إلى عدم الابتعاد عن الرياضة، إلى أشياء ضارة بالصحة. إذا ما صام الشباب اليوم فإن جل وقته يكون في النوم، طبعا هناك استثناء لا دائما، لكن هذا هو المتفق عليه، هو الغالب الأهم. ما هي النصائح التي توجهونها لهؤلاء؟ في بشكل عام الشباب هو مرحلة النماء، مرحلة النمو والقوة اللي ما عدل فيها من العمل، سواء من تعلم والله من بناء التعلم وبناء الفكر، بناء المهارات، بناء بالله فترة الشباب، فترة التعلم والرياضة لبناء الجسم وبناء البنية العضلية، الهيكل العظمي، القوة العضلية، يخلق مولي الله فترة الشباب. هناك مراحل قال له مرحلة تطور سريع، مرحلة تطور البطيء والتطور السريع، عقب 24 سنة ولا 23 سنة ما تخلق أي تطور، لا في الطول ولا في العرض ولا في مرحلة التطور العادي، هي مرحلة المدرسية الأولى ابتدائي عفوا، هي اللي ننصح بها تبدأ الرياضة في تلك الفترة في المدارس الابتدائية. مرحلة المراهقة بين 15 و14 سنة إلى 18 سنة مرحلة النمو السريع، ينمي به الجهاز العضلي ويعود ذيك مرحلة اللي تعود فيه الرياضة قوية، ياك الإنسان يبني بني جسمه ببناء سليم، ويعود عاقب ذيك القوة العضلية تساعده أنه قد يمارس الرياضة بشكل دائم في فترات متقدمة من العمر، حتى بعد 60 سنة و70 سنة الإنسان اللي عنده عضلات وإذا أقدر هو على الحركة وعلى الرياضة لمتابعة الرياضة من ذاك اللي ما عنده أي بنية عضلية، ويصعب تنميته في مراحل متقدمة من السن بعد 50 سنة 60 سنة. لذلك الشباب ينتهزوا فرصة المرحلة في تنمية بنية عضلية تساعدهم على تصفية الشرايين والوقاية من تصلب الشرايين، وحتى أمراض القلب كاملة تخف في مراحل فترة رمضان بالذات.
لا اولا هو فتره شهر عباده يعني ما ينتفشوا مع روسهم، وثانيا هما اللي من قد النشاط اليومي اللي يالله كانوا يعدلوا الرياضه، ما ننصح بها الرياضات العنيفه ما ننصح بها بالنهار، مع ان الصايم قد يعدل وصحته جيده قد يقوم بنشاط رياضي متوسط كيف المشي مده ساعه يوميا ما عنده مشكله، يعد الوقت ما هو حامي حتى ما هو يعرق غير بالليل يلا يعوضوا ذاك النشاط الرياضي بساعة إلى نص ساعة من الرياضة حكما كل يوم الرياضة يوميا ننصح بها الكبار والصغار. يلا كيف السواك، السواك ما قد حد يتم يسوق نهار في أسبوع يعطي أسبوع ما يسوق، لا هي تنخر سنين ومثله من السوسة. الرياضة ما اللي ما تعدل يوميا الفائدة المرجوة ما يدخلك، اللي الجسم مبرمج على دورات يومية يتكرر فيها ارتفاع شيء من الهرمونات والمواد اللي تنمي العضلات بحيث أنها يوميا يلا تعود في نفس حكم التوقيت يمارس نفس النشاط. فينصح الناس الشباب أنهم يمارسوا النشاط الرياضي للوقاية من أمراض القلب ويركزوا على الغذاء الصحي أيضا. طيب فقرة طقس نتابعها ثم نعود بحول الله تعالى. مرحبا بكم من جديد أعزائي الصائمين. شيخنا الفاضل، في نهاية حديثنا عن الموضوع الكبير الإنفاق في رمضان فضله وآدابه، ما الذي يترتب على من يتقاعس عن ما رأيناه في هذا العرض الذي قدمتم من نماذج مشرقة في الإنفاق؟ ماذا يترتب عليها على هذا بالنسبة للفرد والمجتمع؟ جيد، يترتب عليه أنه تأخر عن فرص كثيرة للخير، لأنه كان بإمكانه أن يفيد ويستفيد، يفيد الآخرين مما وهبه الله جل وعلا وجعله مستخلفا عليه. في الوقت اللي يمله هو سوف يستفيد، لأنه سوف يرى هذا الإنفاق له يرى أثره يوم القيامة في وقت هو أحوج إلى وجود ما ينتفع به في هذه اللحظات. أيضا من الفوائد المترتبة الابتعاد عن الشح والبخل، وكلاهما صفة ذميمة
المتحد يتعود الإنفاق، من عادته أن ينفق، من عادته أن يكون جوادا كريما سخيا موثرا، وهذه صفات حميدة كلها وكلها فيها أجور كثيرة. أما من حاد عن ذلك وصار إلى نهج البخل، رأينا ما جاء في البخل مثلا في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الشح أيضا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفلاح هو اسم جامع لجميع أنواع الخير، وجوه الخير كاملة تسمى الفلاح، وعليه نعود أنفسنا على الإنفاق وعلى البذل ومساعدة الآخرين وسد حوائجهم، لأن الزكاة الواجبة من حكمها سد خلة الفقير. الصوم من فوائده التنبيه على مواساة الجائع، معناها على إعطاء ما يحتاجه من نفقات، من لباس، من سكن. والشريعة دائما تدعو إلى مساعدة الآخرين، وتدعو إلى بذل ما الإنسان بإمكانه أن يبذله، إياك يوفر الآخر بعض حوائجه لضرورية، لأن الإعانة بعض الحالات قد تكون واجبة. أي حد يعود يجب عليه أن يعين أخاه إلى عاده وقاد يعدله أخوه بحاجة إلى الإعانة. إذن هذا من فوائد التعود على الإنفاق. طيب دكتور، بغض النظر عن الأمراض جميعها، يقول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم. هذا الصوم يعالج الكثير من الأمراض، لكن ربما في مجتمعنا يتحجج البعض بأنه قد أصيب بكذا وبأنه على وشك أن يصاب بكذا، وبالتالي يطرح الصوم جانبا، بما تنصحون؟ حسب ملاحظاتنا في السنوات العشرين الماضية، أعتقد أن ذاك من تحجج والإقلاع والامتناع عن الصوم بحجة المرض، تم ضحضه بشكل لا يقبل للنقاش مع، وكان للتلفزة أيضا دور كبير في توعية الناس عن الصوم، إنه لا ما عنده أي علاقة، حد قض عضو حنش ولا حد عنده وكلف جلو ولا شيء لبهيك، ما فهم أي مشكلة. والأطباء مدين معها أغلبهم قاعد يصوموا من المرضى أكثر من اللي من يسمح بإفطار، لكن مدي يخرج فيه تجاوز غير كامل. أعتقد أنه أصبح أكثر وضوح، الصورة واضحة، الأطباء واضحة لهم الصورة، يعرف الحالات اللي المرض اللي يزيد والصوم اللي والله يأخر شفاءه ولا يضطر يقعد مكان خالي، هي الحالات الثلاثة اللي ما يصوم. وأنا بعد من شاهدت الناس على أكثر إقبال على الصوم كانت غير، فتبقى المناطق الداخلية اللي درجة حرارة مرتفعة في فترة الصوم في السنوات الماضية ضرق عاد وعاد الشتاء، كانت فهم دائما تخلق أيضا حالات من التجفاف وسوء نقص في التغذية، ربما صاحب ذاك يعود يخلق تضرر للصوم للناس اللي ضعيفة ولا كبيرة في السن. أعتقد هذيك المفاهيم صححت، وأصبح الناس اللي منها كامل عاد يعرف الحكم الشرعي، على الفقهاء هم اللي جاءوا مؤخرا وضحوا الصورة لوسائل الإعلام، وقلت علينا ذيك الناس اللي طيب شكرا. الإمساكية، فقرة الإمساكية، ثم نعود بحول الله تعالى.
مرحبا بكم من جديد. إذن في ختام هذه السهرة الرمضانية يدون الضيوف الأكارم ملاحظاتهم في السجل المخصص لذلك. ختاما أعزائي الصائمين، أشكر ضيوفنا الأكارم الفقيه أحمد النيني عضو هيئة العلماء الموريتانيين، شكرا لكم شيخنا الكريم على ما تفضلتم به في هذه السهرة من إفادة. أشكر كذلك بروفيسور أحمد اللبوا أخصائي أمراض القلب والشرايين، شكرا لكم. كما أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. إلى حلقة قادمة من السهرة الرمضانية، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.